ورؤيتك الفنية للمباراة دي وأسباب ظهور النادي الأهلي بالشكل اللي احنا ما كناش مستنيينه؟ هل ده كان طبيعي بسبب طول مدة الغياب عن المباريات الرسمية، ولا شايف إن في رؤى فنية أخرى من وجهة نظر؟ الأول قبل أي حاجة لازم طبعا نتكلم في فترة ال5 شهور دي تمام، بتأثر على أي حد، بس زي ما لينا زي ما علينا بتأثر على غيرنا برضو. أكيد أكيد، إحنا في مرحلة لسه مرحلة تحضيرية، وكنا بننادي بيها إن إحنا لازم الدوري يتلعب عشان أتفق، فدي حاجة لازم الناس كلها تعيدها. تاني نقطة، واللي ما كنتش أحب أتكلم فيها، في حالة سلبية كانت ظاهرة على اللاعبين إمبارح يمكن بخصوص مواضيع معينة، وإن كانت لو في أيام طبيعية كانت الأحاسيس هتبقى عالية جدا، لأن أول مباراة على ملعب النادي الأهلي. من غير الدخول في تفاصيل القصه دي اللي عايزين نشطبها من تاريخ النادي الاهلي، عايزين او بقول لك في حاله سلبيه. حاله ثالثه مهمه جدا، انا دايما بحب اتكلم على الجانب الفني، يعني الجانب الذهني او يعني انشغال اللاعبين بحاجه او باخرى، دي مش حاجه مش لامسها او حاجه ممكن ما تكونش واقعيه بالنسبه لي، لكن الجانب الفني تحديدا رايي. هقول لك نقطه وبعدين نتكلم عن اتفضل. نقطه مهمه جدا، الملعب تقيل جدا ولازم لاعيبه الاهلي تتعود عليه. تمام، امبارح كتير جدا لعيبه بتزوق الكوره قدامها والكوره بتقف وهم بيسبقوا الكوره، ودي نقطه لازم الناس في النادي ياخدوا بالهم منها. لازم الملعب يترش كتير جدا قبل المباراه وبين الشوطين، لان النجيل عاليه، اعتقد ان كان من الاسهل ان احنا نسويها ونقصرها شويه. دي نقطه مهمه. الجانب الفني لو جينا اتكلمنا، انا شايف لاول مره من ساعه ما ابتدينا المباريات مع مستر فايلر يحصل في حاجات غريبة كده. مستر فايلر كان دايما بيعتمد على ان الجناح العكسي بيلعب برجليه العكسية، تمام، او الجناح اليمين يلعب برجله الشمال والجناح الشمال يلعب برجله اليمين. عملها في اخر مباراتين في افريقيا ونجح فيها، ولكن استمراره على هذا الوضع بوجود جيرالدو ناحية الشمال وقفشه ناحية اليمين، اللي قفشه ما بيعرفش يلعب الناحية اليمين من وجهة نظري، وان اسهل ان جيرالدو يروح يمين وقفشه يبقى في النص واجاي ناحيه الشمال، وممكن عمل كده الشوط الثاني وكنا اخطر الشوط الثاني، فاحنا ادينا للمنافس 45 دقيقه الشوط الاولاني هو بيتحكم فيها. خط الدفاع فيه مشاكل كبيره جدا في المساحات اللي موجوده ما بين رامي ربيعه ومحمود. يعني عايز تقول يا كابتن فوزي ان في بعض الاخطاء اللي لازم تتعالج خلال الفتره اللي جايه، وده امر بيبقى طبيعي يعني في كره القدم. ده اكيد، وخصوصا ان اللعيبه بقى لها 5 شهور مش متواجد. بالظبط، خلي بالك بعد فتره من لعب المباريات. اللعيب بيبقى يعني الطبيعي بتاعه بيتحرك بقى بصوره اليه دلوقتي. بالزبط، انت لازم تعيد تفكير اللاعبين تاني وتذكيرهم بما يحدث في المباريات. عشان كده اعتقد ان احنا المباريات دي مهمه جدا 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 للتحضير لافريقيا. وبعدين احنا ده كويس ان احنا بنقع دلوقتي عشان نقدر نقوم ونحط ايدينا على النقط السلبيه اللي موجوده عشان نعيد شافها مره ثانيه ونحاول نعالجها ان شاء الله. اعتقد المباريات دي تحضيريه لافريقيا، وانا الحمد لله الحمد لله ان الكلام ده بيحصل دلوقتي. بالظبط، انا بشكرك يا كابتن احمد، شكرا جزيلا كابتن احمد فوزي.